مساء الفل عليكم، وتكملة لحلقات يلا مدارس. تعالوا بقى نعمل غدا حلو ولذيذ لما الولاد يرجعوا من المدرسة يلاقوه اقتصادي. مش هقول لكم نحطه في اللانش بوكس طبعا، يعني عشان ده بنيه وكده، بس هقول لكم انتوا ممكن تحطوه في اللانش بوكس. عارفين ليه؟ لانه اقتصادي جدا، يعني كميات كبيرة قوي من حتة صدر فرخة، حاجة زي الفل، اقتصادية وسهلة وبسيطة وسريعة، وطعمها تقريبا نقول 100% زي الجاهز بالظبط ونفس الشكل. كل ده هتشوفوه معايا النهارده. كمان هعمله لكم كروكات حلو قوي، ده لذيذ والولاد بيحبوه قوي قوي. كل ده هتشوفوه معايا النهارده في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوه. ويلا نبدا حالا. اول حاجه بعملها انا بجيب الفراخ دايما، واحب ان انا اوريكم التكه بتاعتي دي، اللي هي عامه يعني قبل تقطيع الفراخ بحب اجيب لترين ميه كده، ممكن مقطعه الفرخه او مش مقطعاها، واحط فيهم معلقتين خل ومعلقتين ملح، واحط فيهم الفرخه كده يعني لمده 10 دقائق. بحس ان الحركه دي، ممكن كمان ليمون، بحس الحركه دي بتسحب الزفاره خالص من الفرخه وبتخلي طعم الفراخ حلو قوي. كمان دي الحركه دي حلوه جدا للناس اللي بتجيب فراخ مجمده عشان تعمل منها وصفات، يعني الناس اللي بتشتري فراخ مجمده عشان تعمل منها وصفات زي ناجتس وبانيه وحاجات زي كده. الحاجه دي مثاليه ليها. وكمان الناس اللي هي ايه، بصوا انا حتى قبل ما افتح الفرخه انا بحطها كده من بره، بحيث ان انا اخلي الفرخه تبقى نظيفه كده وحلوه وتتسحب منها ريحه الزفاره. بشيل بقى منها كل الريش الصغير ده، ونبتدي دلوقتي ان نقطع الفرخه، نفتحها بقى وننضفها من جوه ونقطع الفرخه بتاعتنا. طبعا احنا النهارده هنستخدم اي قطعة، مش هقول لكم بس الصدر، يعني لو انتوا عايزين تعملوا الصدر بانيه مفيش مشكلة ان انتوا تستخدموا اي حتة في الفرخة. هي الفكرة ان انا هعمل لكم حاجة جديدة بتخلي الكمية صغيرة وبتخلي حتة الفرخة الصغيرة سواء ورك خدناه او صدر او كده يرمي معاكي كتير قوي. هي دي الفكرة، المكونات اللي احنا بنحطها، واهم حاجة احس ان انا باكل فراخ، يعني مش انا احط مكونات وبعد ما احط المكونات احس نفسي ان انا باكل بطاطس، لا فراخ. هي دي الفكرة، هقول لكم ازاي. هي الفرخة مش هتبقى اتنين ولا حاجة، بس هي الفكرة زي ما قلت لكم في تكنيك الشغل. انا جبت دلوقتي الفرخه، بقسم الفرخه نصين، باخد دايما الوراك كده لوحدها. دايما الوراك انا بعملها بقى حمام كداب، بعملها بقى فراخ في صواني، اعملها كنتاكي، اعملها يعني الفراخ دي ليها فراخ مشويه. بصوا الفراخ الوراك دي ليها حاجات كتير جدا تتعمل بيها، فمش ههلكها ابدا في وصفه زي الناجتس. فدايما انا عن نفسي بستخدم في الناجتس اغلب الاوقات بستخدم الصدر، بس لو عندي وراك بستخدم، مفيش مشكله، مش محتاجاها بستخدم وراك. ممكن كمان استخدم بعد ما احنا نسلق الفراخ، او بعد ما احنا يبقى عندنا قطع فراخ بقى زايده، ممكن تترمي في الوصفه دي تبقى حلوه. يعني مش لازم الفراخ تبقى فريش او تبقى نيه، لا اي حته في الفرخه تنفع في الوصفه دي على فكره، عشان حابه اقول لكم محدش يقول لي او كمان فراخ مستويه او فراخ نيه، الاتنين ينفعوا في الوصفه دي. لو زايد منك مثلا صدور فراخ تنفع تتعمل الوصفه دي عادي جدا، كله هينفع. انا جبت صدر فرخه زي ما انتم شايفين، وهنبتدي دلوقتي نشتغل في الوصفه بتاعتنا. جبنا دلوقتي الصدور، وهبتدي ان انا اخلي بقى منها الجلد اللي بيبقى من فوق ده، والحاجات دي انا مش بحبها. في بحب دايما اعمل الحاجات بدون جلود الفراخ خالص، لاني بصراحه انا بحس ان جلود الفراخ دي مش لطيفه. وابتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. دايما اسهل تقطيع عليا ان انا اقطع ستريبس، ليه؟ لان بيبقى سهل في الفرم، وكمان لو هتبل الفراخ قبل الفرم ده بيبقى مثالي جدا. ستريبس اللي هو الصوابع دي. بجيب صدر فرخه واقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ستريبس، وبعد كده ببتدي ان انا اجيبه بالشكل ده، وابتدي ان انا احط عليه ملح وفلفل علشان خاطر الفراخ تبقى من جوه متبله حلو.
وبعد كده ابتدي ان انا اخرطه خرطه بالمخرطه. الحته دي على فكره عايزه اقول لكم انها وفرت عليا كتير، وخصوصا لما بتبقى مطحنه الخلاط بايظه او الكبه بايظه، بتنجز معايا بجد الموضوع ده. بس لو انتوا عندكم الكبه شغاله زي الفل او المطحنه شغاله، ارموهم في الكبه. نيجي دلوقتي نشوف ايه المكونات اللي هتزود معايا القيمه الغذائيه وتعمل معايا كميه كبيره من النجدز. انا عندي هنا كوبايه من الفاصوليا البيضه، هبتدي ان انا انقعها واغسلها كويس، وابتدي اني انا طبعا بنقعها لمده 2 أو 3 ساعات عشان خاطر ما تاخدش معايا وقت الاستواء. طب بديل بقى الفاصوليا، لو انتوا حاسين ان الفاصوليا بديل مش اقتصادي، في بدائل كتير طبعا. في بديل ليها اللي هو الفول الصويا، نفس المقدار بالظبط، من بدل ما احنا هنحط كوباية فاصوليا نحط كوباية من الفول الصويا. الفول الصويا هيعمل كمية اكبر بكتير من الفاصوليا، يعني الفول الصويا بينفش فبيعمل كمية اكبر. كمان البديل ليها ان احنا نعمل حمص، كوباية من الحمص. على فكرة كوباية الحمص او كوباية الفاصوليا مش بتضاعف الكمية، بتضربها في 3، لان الحمص او الفاصوليا بعد ما بيتسلقوا بيبقى كميتهم كبيرة جدا. ضيفوا على ذلك القيمة الغذائية، لأن في ناس كتير لما بنقول نحط فول صويا بيقولوا فول الصويا مش صحي للولاد وكده، فإحنا بنقول البدائل كلها، بنقول إن إحنا ممكن نحط فول صويا، ممكن نحط عدس، ممكن نحط فاصوليا، وممكن نحط الفول الصويا، يعني أي حاجة من دول تمشي. شوفي انت البديل الاقتصادي بالنسبه لك، شوفي انت البديل اللي انت الطعم يحبوه ولادك وحطي. كمان ممكن نحط البطاطس، شوفوا كام بديل وكلهم اسهل من بعض. انا عشان عايزه اضيف قيمه غذائيه عاليه فحطيت كذا حاجه، حطيت بطاطس وحطيت فاصوليا وحطيت حمص. تقريبا الحمص والفاصوليا دول كان عندي مش محتاجاهم، كوبايه كده صغيره حطيت كوبايه حمص السلق مع كوبايه فاصوليا السلق، وكمان جبت نص كيلو بطاطس كمان سلقته وجبت حله كبيره وبدات ان انا اطحن فيها الحاجات دي. حطيت الحمص بالشكل ده. طبعا انا لما بسلق الحاجات دي عشان اعمل منها ناجتس بتبقى يعني مش مستحمله، يعني ممكن اهرسها بايدي، مش محتاجه بقى لا كبه ولا مطحنه، بتبقى سايبه خالص زي ما انتوا شايفين كده. وهحط بقى البطاطس. البطاطس حلوه جدا في الوصفه دي، لان هي بتبقى لها نفس طعم الفراخ يعني، او مش طعم الفراخ، لما بنحط التوابل بتشرب طعم الفراخ بسرعه، البطاطس بالذات. فانت ممكن تعملي مكون واحد من دول، مثلا تحطي كوبايتين فاصوليا او تحطي كوبايتين حمص او تحطي كيلو بطاطس، اي حاجة من دول اوكي مفيش مشكلة. بعد ما تفرموهم حلو قوي قوي تنزلوا عليهم بالشكل ده الفراخ وتضربوهم كويس جدا جدا في الكبة، وبعد كده تبدأوا تعملوا الحركة اللي انا هقول لكم عليها. بس بعد ما تضربوهم في الكبة تحطوا عليهم كيس كيس من الفيجيتار بتاع التوابل بتاعت الفراخ بس كده، وتيجوا دلوقتي تجيبوا من غير بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجة. تبدأوا ان انتوا تجيبوا كوباية مية وتحطوا فيها 2 معلقة دقيق وتحطوا فيها معلقة من البهارات بتاعة الفراخ وشوية شطة وشوية ملح. حلو الكلام، دول على جنب تمام كده، دول بديل البيض واللبن. عشان الناس بتقولي عايزين بديل اقتصادي للبيض واللبن، دي بقى ايه عبارة عن ايه دي؟ دي عبارة عن صدور الفراخ لما اتفرمت، مضاف ليها البطاطس، ومضاف ليها الحمص، ومضاف ليها الفاصوليا. تمام، هنبتدي ان احنا نعملها اشكال الناجتس اللي احنا نحبها. فرمتها في الكبة 3 مرات عشان تنعم قوي معايا كده بالشكل ده وتبقى كلها لون واحد. هنزلها في الخليط اللي انا عاملاه بالشكل ده عشان خاطر تاخد لون، تاخد طعم، تاخد مذاق. بس انا حاطه فيها كيس من الفيجيتار اللي هو بتاع الفراخ عشان خاطر اديها طعم الفراخ زياده، عشان كيلو البطاطس لما يتحط على صدر فرخه ويطلع معايا اكتر من 50 قطعه، فبيطلعهم ازاي بنفس الطعم؟ ان الكيس الفيجيتار ده بيدي طعم قوي للفراخ او بهارات الفراخ عامه. اطلعها على طول بالشكل ده وابتدي ان انا انزلها على البقسماط. البقسماط عشان نعمل بقسماط اقتصادي او بديل اقتصادي، سندوتشات الولاد اللي بترجع من المدرسه بنشيل منها الحشوه لو زادت، او من غير ما نشيل الحشوه عادي، اهم حاجه ان احنا ننشفها كويس جدا ونطحنها في المطحنه، بيبقى معانا بقسماط.
بديل العيش، بديل البقسماط هو عبارة عن العيش اللي احنا بيزيد مننا، اي نوع عيش بيزيد مننا بنطحنه كويس جدا جدا، وبعد كده بنحط عليه كيس من الفيجيتار بيطلع معانا بقسماط زي الفل. عايزين تحمروها اوكي، عايزين تحطوها في الاير فراير اوكي، عايزين تحمروها في الفرن مفيش مشكلة، بتتحفظ في التلاجة بتقعد مدة من شهرين مفيش مشكلة خالص، محصلهاش اي حاجة خالص، تبقى بديل اقتصادي ان احنا يبقى عندنا ناجتس نظيف وحلو وضامنينه، وفي نفس الوقت قيمته الغذائية عالية جدا جدا. اتمنى النهاردة تكونوا استفدتوا وعجبتكم الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبنتصف في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة، تحياتي ليكم. ما تنسوش بقى الاعلان على قناتي، هسيب لكم اللينك ورقم التليفون والرابط في صندوق الوصف. بألف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير وعافية.